دعاؤه عليه السلام لجيرانه: اللهم تولني في جيراني بإقامة سنتك والأخذ بمحاسن أدبك في إرفاق ضعيفهم وسد خلتهم وتعهد قادمهم وعيادة مريضهم وهداية مسترشدهم ومناصحة مستشيرهم وكتمان أسرارهم وستر عوراتهم ونصرة مظلومهم وحسن مواساتهم بالماعون والعودة عليهم بالجدة والإفضال وإعطاء ما يجب لهم قبل السؤال والجود بالنوال يا أرحم الراحمين.